في هذه الأثناء يدخل إلى هذه المنصة، منصة الأبطال، قائد الأبطال، عميد الأبطال، القائد العميد الروح المبارك محمد عبد الله صالح. تحت قيادة هذا القائد البطل الشجاع الذي كان رأس حربة معركتنا ولا يزال رأس حربة معركة تحرير الوطن، معركة استعادة الجمهورية. ارفعوا رؤوسكم عاليا، ارفعوا رؤوسكم عاليا، لأنكم تعملون مع هذا البطل وتحت قيادته، وهو بيننا واحد منا في كل مكان، في منصة التكريم وفي معسكرات التكريم وفي المعامل القتالية وفي المدارس الأمامية. العميد طارق محمد عبد الله صالح القائد الذي تلتحم فرائس الأعداء حينما يسمعون اسمه، الذين ترتعش قلوبهم وايديهم واجسامهم كلما راوا صورته. هذا هو القائد البطل بيننا ومعنا ومن اجلنا. من حقنا ان نرفع رؤوسنا به ونحن نخوض المعركه معه وتحت قيادته.